أوراق مطوية جديدة راح نكشفها ونفتحها مع ضيف كريم، هو الأستاذ سحبان فيصل محجوب. شقد استغرق وقت تفكيك المحطة؟ كان قياسي كون كنا نعمل في ظروف استثنائية، لازم نتسابق مع جماعة وزارة الري. دور جنابك في إعادة الإعمار. انطلقت حملة بعد وقف إطلاق النار، حملة إعمار قطاع الكهرباء، شبكة وطنية مرتبطة من زاخو إلى الفو، شبكة واحدة.